السلام عليكم خوتي اخواتي، كل شيء بخير هانيين، الناس كنوا كاملين بخيرين. اليوم ان شاء الله اول مره كتبان المدام، يعني اول مره كدير معايا شي فيديو. اليوم المهم غادي نشوفوا واش تعلمت شويه المغربيه ولا ما تعلمتش، نجربوا ونشوفوا. والمهم اللي جديد ما ينساش انه يتابونا معنا باش يشوف الجديد ان شاء الله كامل، وسمحوا لنا على هاد التعطال شحال هادي ما حطيتش فيديو. اليوم جا الوقت اللي نحطو فيه ان شاء الله الفيديو ونتكلموا معكم ونشوفوا نتيستيو المدام ونشوفوا واش تعلمت شويه العربيه ولا لا. مدام لاني من الفلبين، يلا قدمي لهم راسك. مرحبا، السلام عليكم. انا اسمي لاني. قولي لهم لاني وكذا وكذا، يعني كيفاش؟ قولي لي بعدا كيفاش المغرب، عجبتك المغرب ما عجبتك؟ شنو عجبتني المغرب؟ بس ماشي بزاف، يعني عادي. وشي عجبتني هنا كاينه صواخة، كاين سوق سوق، يعني بزاف حوايج فيك تشوفي تم بحال كازيو. كيعجبها تشوف داكشي ديال الجوطيه، ديال الفاكونس، داكشي نتاع الرويه. المهم كيعجبها السوق وداك الربيت والناس كيبيعوا في الارض، وكلشي كيغوت من هنا شي كيغوت من هنا. المهم كتلقى تموت الضحك عليهم، وعجبها داك العالم، داك الجو ديال السوق نتاعنا. المهم شنو اخر اللي زوين عندنا هنايا في المغرب هذا؟ شنو اخر اللي عجبك؟ صافي عادي، كلشي عادي يعني. بس بصراحة نقلكم أحسن بلد هو بلد ديالي. أنا البلد ديالي هو اللي زوين. بس زوين البلد ديالك؟ البلد ديالي زوين أحسن من المغرب. شنو اللي أحسن؟ شنو اللي زوين فيه؟ كنا بزاف، ما عرفش كيف راح نقولكم يا أخواتي كيف. كنا كل شيء عندنا، كنا زوينة الحوا زوين، وبهار وجزرة، يعني الشجر طبيعية وكل كلشي كاين عندنا. هكذاك. وشنو كتعرفي تصاوبي في الماكلة ديال المغرب؟ شنو تعلمتي؟ تعلمت دير ماكلة أولا، وماكلة دواس. دواس البطاطا والدجاج. بطاطا الدجاج دواس، وتاني عدس. وتعلمت اللوبيا. وطاجين طبعا. وكسكسو. وبصارة. بصارة. شو سميتها؟ بصارة. 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 يلا زيدي. زالوكا. زالوكا بالبنجان. زالوكا بالبنجان. وكان فلفلة. انا تعلمت ديال الحوت، سرديل. حوت وسرديل. شرين. شو سميتو؟ شرين. 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 شرم. شرين. كاينة بزاف، تعلمت كل حاجة شي تعلمت من أغسطي، هي علمتني كل شي. وعرفت ندير بغليل، وعرفت ندير منوي، وكاينة بزاف. الحرشة كتعرفي ديريها؟ مازال والله مازال ما جربت حرشة، مازال ما جربت ندير حرشة. وشنو أحسن ماكلة عندك ديال المغرب اللي كتعجبك؟ هو كسكسو بزاف. بزاف زوين. وشنو آخر؟ وهذا اللي شو كيقولوا، هذا اللي منوي، كنفتح منوي وكيحط فيها مرقة ديال الجازة. برماج، برماج يعني فتات. داك الملوي، يعني داك الملوي مفتت مع الدجاج وكذا، كنقولوا له حنا برماج. برماج. وفي العرس شنو كيعجبك في العرس؟ في العرس ديالنا. عرس. والله غنقول لكم يا خواتي، ما عجبت عرس ديالكم كاع.
كاينه بزاف فتنان، كتشوفوا كاين ناس كيرقصوا بنات مخلطين. ما عجبني هذاك الشيء يا فاضل. اشو ما عندنا هذا الشيء؟ شو اشو لا في الماكله، في الماكله حيت كاين الناس اللي كاين الناس اللي كيديروا العرس المحترم يعني الطلبه وكذا وكذا، يعني ما كاينش فيه الشطيح. كاين الناس اللي ما كانش لا كاين لا رقص لا والو. كيعجبني ماكله ديال العرس بزاف زوينه. هذا اللي فيه برفوك، هذه الماكله لحمه في البرفوك زوينه بزاف. هذا دجاجة مشوي، دجاج محمر، دجاج محمر ولحم البرقوق، لحم البرقوق زوينة والله ما شاء الله زوينة بزاف. ما عرفتش راح نقول لكم، كان أول مرة جربت ماكلة أحسن جربت ماكلة هو ديال العرس ديالكم. هذا فيه برقوق ديال البرقوق، يعني أحسن ماكلة عجبتها هي داك اللحم بالبرقوق، لان البرقوق ما عندهمش البرقوق، اول مره غدور البرقوق في الطياب عندنا. مازال ما كليتيش البرقوق خضر ما طايبش، مازال ما اكلت فاكهه. ان شاء الله دابا يوجد يجي وقت البرقوق وتشوف الخضر، يعني الدوكي الخضر كيكون زوين تاهو. قولي الناس شنو الناس، يعني واش الناس كيتعاملوا، يعني كيعاملوكم مزيان مغاربه، يعني الكهضره ديالهم زوينه ولا مخايبه ولا قلت لك انا مازال ما عارفاش شنو كاينك، ما عندنا صحابات لا والو. عندي بس اخوات راجلي و دوستي وصافي. يعني كتعرف غير خوتي وكذا يعني مازال ما عنديش اصدقاء اللي تعرف عليهم ولا توصل مع الناس على برا. والناس دابا شي واحد ملي كتعشي مغربيه ولا هذا ملي كتهضري معاه واش كيفهمك ولا ما كيفهمكش؟ ما كيفهموني كاع، ما كيفهموكش كاع. كيقول كيبقى تشوف هوكا وزرع حافتي زهر من حيشوف فيني بس على عيوني، كيقول لي انا شنوية بس انا ماشي شنوية، انا من فلبينية. يعني كيقول لي تركي شنوية، لان الناس هنا عندنا اللي كيشوفوا عيني ديري بحال هكا صغار ومغمضين اول ما كيخطر له في البال نتاعه هو شنوية، يعني ما كيعرفوش داك فيتنام او ولا بس تشوفوني مزيان. انا عندي عيون ماشي صغير، شوف عيون رجلي بحال بحال. يعني كتقولك بان الشينوا كيكون عندهم عيون غير صغيره. كدير هاك وفي كدا. انا ماشي شينوي هكذا. اخ وانا مازال دابا مازال ما شفت احلي، مازال ما شفت احلي شي سي عامين ما شفت احلي. عامين ما شافت الاهل ديالها ومازال ما شافوش البنت ديالها، لان يعني عندهم في العائله يعني باها وامها، يعني اول بنت تزوجت عندهم انا، يعني هي المدام ديالي اول بنت عندهم. اها هو شنو اخر زيد كملي؟ مازال ما شفتها حلي وبغيت نشوفهم. وان شاء الله دابا نمشي تشوفيهم ان شاء الله ونشوفوا البنيه ان شاء الله، نتمنوا ونعيشوا تما كاع كاملين ان شاء الله. ان شاء الله. وشنو اخر كتعرفي الفلوس ديال المغرب، تحسبي الفلوس ديال المغرب وكذا؟ فلوسكم كيدوخني، فلوس ديال المغرب كيدوخني. يعني كدوخ في الفلوس، شي بعض الخطرات كنهضر لها بالدرهم، شي بعض الخطرات كنهضر لها بالريال، شي بعض الخطرات كنهضر لها بالافرانك، فهمتي تلفتها داكشي علاش؟ حيت ملي شي بعض الخطرات كتشوفني كنساوم في السوق يعني ولا كنقول شي حاجه بشحال هادي، مره كيهضر لي بالريال، مره كيهضر لي بالدرهم، مره كيهضر لي بالعشر دراهم، يعني ب200 وانا تلفات، يعني ما عرفاش شنو تشد. داكشي علاش حنا اكثر هي كنهضروا بالدرهم، تقريبا بالدرهم اكثر هي من الاحسن تعلم يعني الحساب بالدرهم. شنو اخر؟ قولي لي شنو بغيتي، فين بغيتي تعيشي؟ بغيتي تعيشي واش في المغرب ولا في الفلبين؟ يعني تبغي تعيشي وتكملي الحياه ديالك فين؟ انا بغيت نكمل حياتي في الفلبين، ولكن دابا انا حبيت نكمل دابا هنا في المغرب، و
إيش إذا أنا بغيت نسافر على الفلبين، مرة نسافر ومرة نيجي هنا. صافي. يعني قال لك انا بغيت تعيش في الفلبين، ولكن دابا الظروف عطات انها تعيش هنايا، ولاني كتبغي انها مره تمشي تشوف العائله ديالها، وان شاء الله تشوفهم ان شاء الله هادشي اللي كاين. ايوا شنو اخر؟ ولا تنساو تعاونوا معنا على قناه هذا رسمي. قلت لكم ما تنساوش انكم تابوناو وديروا شي تعليق ونشوفوا الراي ديالكم. اذا بغيتوا شي حاجه اني انا حنا راح نديرو، ديروا كومنت تحت ونحن راح نجاوب لكم. صافي ان شاء الله. يلا تهلا، المهم هذه نهايه الفيديو. تهلا فراسكم، بيس، واحبكم في الله. باي باي.